السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتوني وحشتني التجارب معاكم في المنتجات الطبية اللي أنا بجيبها وبستعملها وبشوف الحلو منها، بطلع أقولكوا عليه إن انتوا تجربوا انتوا كمان. بس قبل ما أبدأ بقى وأقولكوا التلات منتجات الوهم دول، يا ريت اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومستنية كومنتاتكم وكمان تجاربكم معايا للمنتجات دي وتقولوا لي هل هي كويسة او لا. اول منتج يا جماعة، او هنقوله مثلا المشاكل اللي بتواجه البشرة، وانا هقول لكم مشكلتي اللي خلاني كمان ادور على المنتجات دي. ثلاث منتجات او اتنين هما كريمات اللي انا هقول لكم عليهم دلوقتي. اول كريم معايا هو سترابانتين، ده كريم بيشيل طبعا التصبغات اللي في البشرة، لو في مثلا عندك بقع، كلف، اي حاجة، ده بعون الله كده بيكون شالها ان شاء الله، بس مع طبعا الاستمرار لمدة اسبوع اسبوعين كده. وده كان في الرخص ب25 جنيه، دلوقتي عامل 35. انا جايبه لكم يا جماعة النهاردة اسعار كويسة، او هي غالية بس يعني انا جبت لكم الاحجام اللي على قد ايدينا، يعني ما نصعبهاش على نفسنا. اول حاجة سترابانتين ده كريم فيه بانسينول وفيه كمان اكسيد الزنك والجليسرين، كل دول طبعا الجليسرين بينعم، طبعا بانسينول احنا عارفين ان بيشيل اثر التصبغات، الخضار اللي بيبقى ناحية الفم، السمار برضو اللي حوالين الفم، من عادات كده غلط احنا ساعات بنعملها، مثلا طول ما احنا قاعدين مثلا نعمل بلساننا على شفايفنا، ده بيخلي الحتة اللي فوق الشفايف دي بتسمار. فده ان شاء الله انت هتدهنيه، ما فيش حاجة اسمها سمار بعد كده ان شاء الله. انصحكم ان انتوا تستعملوه، العبوة يعني ما شاء الله بتقعد، يعني انا هفتحها لكم دلوقتي وهتشوفوا قد ايه كمية كبيرة. انا ده بستعمله مرتين في اليوم، انت حابة تستعمليه 3 مرات على فكرة مفيهوش اي مشاكل. بس نصيحة مني ان انتوا اي كريم يا جماعة استعملوه وانتوا قاعدين في بيتكم، بلاش تتعرضوا للشمس او حاجة. لو بتشتغلي بقى بعد ما مثلا ما ترجع من شغلك ان شاء الله، طبعا تشطفي تغسلي بشرتك بالغسول اللي انتي بترتاحيله، وبعد كده تجففيها، وبعد كده تستعملي الكريم اللي انا بقولك عليه ده ان شاء الله هتلاقي نتيجة كويسة. وهو ده شكل الانبوبة بتاعة الكريم. طبعا يا جماعة اي حاجة طبية اعرفوا كده ان هي هتجيب من الاخر. طبعا في وصفات طبيعية وكل حاجة، بس مش كل الوصفات الطبيعية كويسة يعني، ومش كل البشرة بتتقبلها. تاني كريم معانا هو أرثينيا. طبعا أرثينيا ده لا غنى عنه، وطبعا معروف بفوائده الكبيرة. الميزة بقى فيه ان هو كمان لو انتي في اي منطقة عندك فيها اسمرار بتدهنيه، بيبان نتيجته بعد 6 اسابيع بالظبط. الحجم الصغير ده ب80 جنيه، انا في يعني في حجم اكبر ب179. انا جبت يا جماعة اللي على قد ايدينا، يعني احنا برضو الغلاء الايام دي طبعا، بحيث ان احنا ما نحرمش نفسنا برضو من الاهتمام بنفسنا، وفي نفس الوقت نجيبوا الحاجة اللي هتقعد، يعني هو العبوة برضو مليانة ما شاء الله لاخرها، هتقعد معانا مثلا اسبوعين ولا حاجة. وفي خلال الاسبوع الاول انتي اصلا بتلاقي نتيجة. اسفة بقى للازعاج اللي حواليا يا جماعة، معلش جيراننا بيعملوا عمرة وكده، بس ايه الكريم ده بجد يا جماعة بيشيل التصبغات، بيشيل التجاعيد، بيشد البشرة، وهم وهم بجد يعني. انصحكم تستعملوا. طبعا انا بستعمل الاتنين مع بعض صبح وليل، يعني نصيحة مني ان انتوا تستعملوا الاتنين مع بعض يعني، فاهمني. واخر حاجة بقى اللي هو البطل طبعا السيرم الهيرونيك، معلش بقى لو انا ما بقولهاش صح، معلش ما اعرفش بقولهاش صح ليه.
بس ده سيرم بجد يا جماعة، انصحكم بجد بيه. يعني بنستعمله طبعا، بيشيل خطوط اللي تحت العين الرفيعة، بيشد البشرة. فانا يا جماعة والله بنصحكم يعني ان انتوا تجربوا السيرم ده. انا بعشق السيرم، بحسه بيدي فعالية اكتر وبسرعة على البشرة. يعني انا احب كمان انوع في السيرم. ميزة بقى ان هما بصراحة منزلين لنا يعني احجام، يعني دي 15 ملي ب 150 جنيه، كويس يعني. في برضو الاعلى في الاعلى يعني، فاهمني؟ فبرضو كده في متناول ايدك. يعني حاجة بصراحة حلوة برضو منهم. وبرضو الارثينيا في احجام اكبر، انا جبت برضو الحجم الصغير على قد ايدي برضو، بما ان يعني طبعا احنا عارفين في الغلاء ده يعني الدنيا بتبقى متكعبلة، فاحنا برضو عشان ما نهملش بشرتنا عشان الغلاء لازم برضو نجيبوا حاجة على متناول ايدينا ونهتموا برضو ببشرتنا. فانا جربت السيروم اللي هو سيليت، طبعا عجبني. جربت الهيالورونيك، جربت في فيتامين سي. انا بحب انوع في السيروم. بصوا بقى انا بستعملهم ازاي. طبعا الكريم ارثينيا والكريم التاني، الاتنين الصبح وبالليل. يعني انا مثلا ايه، جيتي من شغلك، غسلتي بشرتك بالغسول ونشفتيها كويس، بتحطي بقى الكريمات دي. بعد كده بالليل بقى قبل ما تنامي بتحطي السيرم، بعد السيرم بتحطي برضو النوعين الكريم. هتلاقي نتيجة من أول أسبوع، حاجة كده هتدعيلي عليها بإذن الله. أنا انتوا عارفيني أنا اللي هي مصداقية معاكم في الموضوع ده بالذات. فأنا بصراحة أنا حسيت يعني كنت عملت حاجة في بشرتي للأسف، فسببت ليا ناحية منطقة الشنب كده زي بقع كده صغيرة. فبصراحة جريت وأنا ما بسكتش يعني، لما بشوف بقع بصراحة. اشتريت الحاجات دي طبية ومضمونة وكلها حلوة ومفيدة. بصوا بقى انا حطيت في الأمبول بتاع السيروم اللي هو فيتامين سي ده مية موارد مع لبان الذكر، تحفة. لبان الذكر ده كمان من الحاجات الطبيعية اللي هي المفيدة بجد، يعني بتشد البشرة بطريقة فظيعة. آخر حاجة بقى وهو فيتامين اللي بنصحك بيه تاخديه كست، يعني هيحسن بشرتك. لو بتعملي نظام دايت هيساعدك، اللي هو طبعا اوميجا 3 بلس. اوميجا 3 بلس ده لا غنى عنه لأي ست. هتحسي اصلا بنشاط وهتحسي بحيوية في بشرتك، هتحسي ان انتي انثى معنى صح. معاه انا باخد قرصين، واحد الصبح بعد الفطار وواحد قبل بعد العشاء. بتستمر عليه 3 شهور بس كده. وطبعا انصحك برضو تسألي الدكتور لو في مشاكل صحية. بس دي كانت كل تجاربي واللي انا يعني بجربها وبطلع اقول لكم عليها ان كانت مفيدة او مش مفيدة. فاعرفوا كده ان انا لما بطلع يبقى الحاجة دي مفيدة. اتمنى ان انتوا تجربوها وتسيبولي كومنتات كده بالتجارب بتاعتكم ليها. والتلات حاجات دول يا جماعة اللي انتوا ارتحتوا له بعد استعمالهم بتستمروا عليهم عادي جدا، ما فيهاش اي اضرار، بالعكس هتحسن بشرتك، مش هتسيبلك تصبغات. اللي بيبقى عندهم حب شباب بيروح خالص. واشوفكم على فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.